نرحب بهذا المضمون إلى ضيف الكريم من رام الله الدكتور أشرف. دكتور أشرف، كلما بدأت جولة مفاوضات يسارع بنيامين نتنياهو متعمدا بوضع شروط تعجيزية تعرقل هذه المفاوضات بشهادة وزير دفاعه بنفسه يؤاف جالنت. إذن لماذا يدخل مفاوضات؟ هو من أجل المفاوضات، ومن أجل أن يمتص نقمة الشارع الإسرائيلي وتحديدا أهالي الأسرى. أضف أن هناك انقسام حقيقي في داخل إسرائيل حول الحرب وأولوياتها، وتحديدا موضوع الأسرى واستراتيجية إسرائيل في هذه الحرب وطريقة التعاطي مع الحرب بأبعادها الإقليمية بهذا الاتجاه. هذا انقسام حقيقي وجدي، ويعكس نفسه عمليا بسلوك رئيس الوزراء من خلال هذه التصريحات والأطروحات التي يأتي بها بين فينة والأخرى. ولكن دعني أقول، نعم، المشكلة الآن ليست في نتنياهو الذي يعقد، والكل يعلم تماما أنه هو أفشل طيل الفترة الماضية كل مساعي التسوية، كل مساعي المفاوضات. أفشل مقترح بايدن الذي هو بالأساس مقترح إسرائيلي، يعني مقترح نتنياهو. الآن الموقف الأصعب والموقف الدقيق والحساس هو موقف الولايات المتحدة، التي حتى هذه اللحظة، دعني أقول بقراءة موضوعية، لم تغير من نهجها. أولا تقدم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل خلال الأيام الماضية، وحتى اللحظة عمليا تحاول تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية يعني إفشال صفقة. إذن لا تغيير في السلوك الأمريكي. ودعني أقول شيء أكثر من ذلك، أن هذه هي حرب الولايات المتحدة وحرب الغرب على المنطقة، بمعنى يعني وجود الولايات المتحدة، هيمنتها، سيطرتها، بقائها، ترتيبها لخارطة المنطقة وتحالفاتها واصطفافاتها جزء من الملفات المطروحة عمليا. إما أن تدخل الولايات المتحدة وتدخل المنطقة وإيران وغيرها في تسوية كبرى، أو يعني لا تقبل بالتسليم بأن إسرائيل ضعيفة وإسرائيل مهزومة، وأن الولايات المتحدة بدأ يتراجع دورها الحقيقي والفعلي في المنطقة ببروز قوى إقليمية غير متحالفة معها أو في عداء معها. أضف إلى ذلك، هذا يفتح الطريق للقوى العالمية الأخرى كروسيا والصين أن تدخل إلى المنطقة. هذا ما يجب أن يقرأ بهذا الاتجاه، هذا السلوك الأمريكي. سلوك نتنياهو معلوم ومعروف أسبابه ودوافعه، وهو يعني ليس لديه أي مشكلة أن يذهب بالمنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة، لأن يعني نحن نعلم جميعا التراوما التي فعلها 7 أكتوبر في ذهنية الإسرائيلي ونتنياهو. لكن دكتور أشرف، هناك أمور أخرى ضاغطة أيضا على بنيامين يعني نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالأخص الجزء الداخلي في داخل تل أبيب. الصور التي تأتينا على الهواء مباشرة الآن من تل أبيب توضح المسيرات التي تخرج من عائلات المحتل في قطاع غزة، وهم وصفوها بأنها محادثات الفرصة الأخيرة. هم بهذه المسيرات يضغطون على حكومة نتنياهو، هل يستجيب لهم؟ السؤال يعني دعني أقول، هذا له علاقة بطبيعة هذه التظاهرات وقدرتها على إحداث تغيير جدي في شل الحركة وشل الشارع الإسرائيلي وشل عمل الحكومة وإضعاف نتنياهو. حتى هذه اللحظة كل التفاعلات الداخلية في إسرائيل، أنا من المحللين كان يراهن عليها، ولكن حتى هذه اللحظة كان تأثيرها ضعيفا وخافتا، واستطاع نتنياهو أن يتكيف معها وأن يذهب بالأمور بالطريقة التي يديرها. والكل يعلم والكل يقول أنه رئيس وزراء ضعيف يدير الحرب بشكل ارتجالي لا استراتيجية، يضحي بإسرائيل ويغامر بإسرائيل ومستقبلها. ولكن يعني هذه المظاهرات إذا خلال الساعات القادمة يعني كبرت وكثرت وتجمهرت وأثرت وعطلت، ويضاف لها المعارضة السياسية، ويضاف لها تحركات من الجيش الإسرائيلي مثلا أو المؤسسة الأمنية العسكرية التي ترغب بهذه الصفقة، قد يحدث تغيير ما. ولكن يعني في هناك يعني شيء أو بعض الرهان في إسرائيل أن نتنياهو استطاع بعد عملية الاغتيالات وما أنجزه من تصعيد عسكري خلال يعني الأيام والأسابيع الماضية، قد حقق له يعني ارتفاع ما في يعني في التأييد الشعبي، وبالتالي قد يستغل نعم هذه الصفقة أو هذه الوقفة أو هذه المفاوضات ويستثمرها في خدمة مصالحه السياسية المستقبلية، وأنها الفرصة الوحيدة المتبقية له إذا أراد أن يعني أن ينافس مستقبلا وأن يبقى في إدارة البلاد بهذه الطريقة. نعم. طيب بعيدا عن المنحنى الآخر، أن المهمة الآن هي مهمة الولايات المتحدة كيف تضغط. أضف إلى ذلك مهمة الوسطاء كيف تهدد وتنذر الولايات المتحدة، وأن هذه المنطقة لن تقبل أن تستباح وأن تدمر وأن يعني يجري بها حربا كبرى مدمرة.